انتوا مين؟ انت لمين؟ انا فين؟ انتوا جبتوني انا ليه؟ احنا ضربنا في بعض ولا في حد جه ضرب فينا وهرب؟ انت اسمك ايه؟ مش فاكر. انا حاسه اني في كابوس ما بيخلصش. اختفاء كريم زهير نجل رجل الاعمال الشهير زهير الشناوي. كريم لو ضاع حياتي كلها هتضيع. بس انا مش هسيبه يضيع. يا جدعان مفيش حد فينا فاكر اي حاجه. ليه ما تكونش انت اللي خاطفنا هنا وقت الراجل ده؟ حد بره؟ عشان نخرج من هنا لازم كلنا نتفق. يعني انا ممكن ما اشوفش كريم تاني؟ في اوقات ما ينفعش تصدق فيها احساسك. فوقت انت؟ انا فوقت لقيته بيلطش فيا وكلكم كان مغمى عليك. تكونش ده السبب ان احنا دماغنا اتفرمطت بالشكل ده؟ بتاع رضيته اتقتله من هنا ورايح اللي معاه ده هو اللي هيمشي المركب. طب فكني بقى يلا نخلع من هنا. يا نهرب يا هنموت كلنا. مفيش وسخ بكده موت. الفلوس فين؟ ما افتكرتش اي حاجه تاني. احنا لازم نتحرك حاجة. كلنا هنتكلم. انا هخليك تفكر مرة واحدة في حياتك. يا بقى صح ولا تتكلم؟ ده واحد منهم. انتوا لو فكتوني هنساعد بعض ونخرج. انا زيك بالظبط مش فاكر اي حاجة، بس كل اللي متأكد منه ان مش انا اللي عملت كده.